الإسلام غيرني كتير، له فضل عليا كبير، خلاني أشوف النور، حسسني بطعم الخير، خلاني ما أحبش عادي وأحب الناس وبلادي، وإن قلت الكلمة أوفي وأكون حاضر في معادي، وأصالح بين أصحابي، وإن كنت حزينة ببسم للي خبط على بابي، خلاني شياكة أناقة في حديثي أدب ولباقة، بين الإسلام وحياتنا في أسمى وأغلى علاقة، خلاني أقرأ وأتعلم وبصوت الحق أتكلم، يا ربي صلي وسلم على نبينا المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كلنا أو معظمنا سواء مسلمين أو نصارى نعرف القمص المدلس الهارب خارج مصر صليت اللسان زكريا بطرس، واللي دايما نلاقيه طالع على القنوات التنصيرية وهو بيقول ردوا على تساؤلات زكريا بطرس. ردوا على تساؤلات زكريا بطرس، هو ده اللي ينبغي انك تعملوه. ردوا، جاوبوا، عشان خاطر ده هو اللي هيبقى للناس ناس متشككة. وبيتحدى المسلمين ويقول ان مفيش حد من علماء المسلمين يجرؤ ان يعمل مناظرة معايا، وهات لنا واحد منهم عشان خاطر نتناظر اياه. يا عم برجوك هات لنا حد منهم، يا عم انا بترجاك اتفضل هات لنا اي حد، وانا عارف انك انت مش هتيجي تاني، لان هما مش هيقدروا ييجوا، لأن لا يمكن أن يجرؤ واحد منهم أن يجي يعمل مناظرة. بتحداك. ولو رجعنا لما يقارب 15 سنة تقريبا، هنلاقي أن زكريا بطرس بيتهرب دايما من المناظرة مع علماء المسلمين، وطبعا الأدلة موجودة واضحة وضوح الشمس. وتبدأ الحكاية لما اتصلت أخت مسلمة أثناء عرض برنامج سؤال جريء واللي بيقدمه رشيد حمامي، وطلبت من زكريا بطرس انه يناظر علماء المسلمين. الاسم من فضلك؟ الو الاسم من فضلك؟ انا ام سيليا من فرنسا. تفضلي سيدة ام سيليا. انا الحمد لله مسلمة، ونفسي ان القمص زكريا بطرس يعمل منادرة مع الشيخ الذي كان يكبر في ابو احمد، والاخ حليم في الفالكالكا، والاخ وسام، لان عندما نريد ان نعمل معه منادره هو دائما يرفض المنادرات، وانا نفسي ان يحدد موعد نعمل معه منادره. هذا يمكن ان تذهبي له للبالتوك وتاخذي موعد. وبناء على كلام رشيد، قام الدكتور منقذ السقار الحاصل على دكتوراه في مقارنة الأديان والأستاذ بجامعة أم الكرة بإرسال شخص من طرفه للبلتوك علشان يعرض على زكريا بطرس المناظرة في أي مكان يختاره وفي أي موضوع يحدده وفي أي وقت عايزه. طيب، أنا مرسول من الدكتور منقذ السقار لطلب مناظرة مع القمص زكريا بطرس. عدد المناظرات تكون 10 على قناة الحياة، ولكن عندنا شروط، يعني 10 مناظرات في أي موضوع يختار القمص، ولكن في شروط أن تكون المناظرة لايف، يعني على الهواء مباشرة، يعني إذا أمكن القمص يرد علينا الآن. تفضل المايك معك لادنا. وهنا بدأ زكريا بطرس يتظاهر بنسيان اسم الدكتور منقذ، وقال له قل للدكتور بتاعك اللي نسيت اسمه يتصل بينا برنامج سؤال جريء واحنا ننظره. عزيزي محمد الحميدي، والمناظرة مع الدكتور انا نسيت اسمه، فمتاحة جدا جدا عزيزي محمد الحميدي على قناة الحياة
وعلى الهواء مباشرة. فعلا منقذ، أهلا وسهلا، من خلال برنامج سؤال جريء بنبقى على الهواء وخطوط التليفون مفتوحة ويقدر ياخد الخط ويتكلم ومحدش هيمنعه وحنرد عليه أولا بأول. فبشره بهذه البشرة عزيزي على قناة الحياة بالتأكيد. والغريب انهم قالوا للاخت اللي طلبت منه ناظر علماء المسلمين روحوا على البلتوك، ولما راحوا للبلتوك قالوا لهم روحوا اتصلوا على برنامج سؤال جريء، وطبعا كان بيكذب لما قال ياخد الخط ومحدش هيمنعه. فتعالوا نشوف بيحصل ايه للمسلمين لما بيتصلوا بيهم، هل بيتم اعطائهم فرصة للاجابة او على الاقل اكمال سؤالهم؟ معنا ابو احمد من المانيا. ابو احمد، سيد ابو احمد، اهلا بك. نعم نعم، يا اهلا وسهلا بكم. اسمعوني؟ نحن نسمعك، تفضل سؤال من فضلك. طيب سؤالي، لي سؤالان مترابطان. تفضل. احدهما فيما زعم القس زكريا بطرس. نعم. بان القران ليس وحيا من الله عز وجل. نعم. وهو ما زعم في حلقته السادسة وعنوانه أخطاء القرآن. نعم. ففي تمام الدقيقة 19 والثانية 18. هل ممكن تختصر السؤال من فضلك بدون تفاصيل يعني؟ فقط ابقوا معي دقيقة لأن هناك كثيرون أيضا يستمعون الإجابة. نعم. نعم. إذ قال بأن في القرآن أخطاء نحوية. نعم. واستفسر بقول الله عز وجل من سورة طه. لكن موضوعنا الآن هو عن هل القرآن وحي من الله، سنعود لموضوع الأخطاء. استدل بأن الأخطاء النحوية تدل على أن القرآن ليس وحيا من الله. الآن نحن في نفس الموضوع. نعم، لكن قصة بدء الوحي التي أسس عليها القرآن نحن نناقشها الآن. قصة بدء الوحي توحي بأن القرآن ليس وحيا من الله أصلا. فهل تستطيع؟ نعم تفضل. نعم، قال بأن قول الله عز وجل قالوا إن هذان لساحران خطأ. نعم. لأن هذان جاء بالرفع والصحيح أن نعم. يأتي بالنصب، ولكن عندما ظهرت الآية على شاشتكم في تلك الحلقة في تمام الدقيقة 20. هذا برنامج ثاني يا 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 سيد أبو أحمد. نعم، دعني أكمل دقيقة فقط، دقيقة سأكمل. أشكرك، سؤالك وصل لأنه لدينا مكالمات أخرى، لكن سؤالك من فضلك سيبني أتكلم لحد ما أخلص وأدي لك تاني المكالمة. أوكي. أوكي. ما تاخدنيش بالصوت. تحت أمرك، تفضل. لا لا معاك، لا لا أبدا، أنا ساكت خالص. كلام كلام وما تديش فرصة لغيرك يتكلم. لا أنا ساكت، أنا بقول لحضرتك بس تنبيه يعني بس. لكن يقول اللي عايزه، أخذ الفيديو وأحطه وأعلنه وأرد عليه، وهذه هي المناظرة. عيب. شكرا جزيلا. أرد على حضرتك، أرد على حضرتك بعد إذنك. ألو، ممكن أرد على حضرتك؟ هو خلاص كده. سلام سلام، نعم نعم. يخرب بيت الإفلاس. من فضلك سيبني أتكلم لحد ما أخلص. أوكي. وأدي لك تاني المكالمة. أوكي. شكرا جزيلا. أرد على حضرتك، أرد على حضرتك بعد إذنك. وحفظا لماء الوجه، بعد عرض المسلمين توثيق هروب زكريا بطرس من مناظرة الدكتور منقذ السكار وأصبح في موقف الهارب الخائف، أرسل رشيد حمامي اللي شغال معاه في برنامجه علشان يراسل الدكتور منقذ السكار لتحديد موعد للمناظرة. وسيتم وضع رابط لجميع المراسلات اللي تمت بين رشيد حمامي والدكتور منقذ في صندوق الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله. ففي البداية عرض الدكتور منقذ المناظرة بشرط واحد، ان تكون المناظرة على الهواء مباشرة حتى لا يتم التلاعب فيها، وده طلب منطقي لان رشيد اثبت بالتجربة انه بيسمح للمتصلين النصارى بانهم يتكلموا براحتهم وياخدوا وقت اكبر من وقتهم وفي اي موضوع حتى لو ملوش علاقة بموضوع الحلقة.
وفي نفس الوقت يقاطع أي متصل مسلم، وخاصة المتخصص في مجال مقارنة الأديان. فقالوا له المشكلة في المكان اللي هتتعمل فيه المناظرة، بالرغم أن مقر قنواتهم المشبوهة صعب اختراقها، وزكريا بطرس متحصن فيها. قال لهم إيه رأيكم المناظرة تكون في جنوب أفريقيا؟ قالوا له ما ينفعش، لأن فيها مركز الشيخ ديدات اللي بيشرف عليه الأستاذ عصام، وإحنا مش بنثق فيهم. فقال لهم طيب إيه رأيكم إيجار أكبر قاعة في لندن على نفاتش الخاصة؟ وبرضو رفضوا العرض ده، وقالوا له إن القمص مهدد بالقتل. فأرسل له الدكتور منقذ مرة تانية علشان يقول له بأنه مستعد لعقد المناظرة في أي مكان يختاره زكريا بطرس، ولكن دون رد. وبعد مرور 15 عام على المراسلات دي، قام واحد من الإخوة بالاتصال على البرنامج اللي بيقدمه زكريا بطرس على قنواتهم التنصرية، وأحرجه أمام متابعي وقال له لماذا تهرب من مناظرات المسلمين المتخصصين في مقارنة الأديان؟ مثل الدكتور منقذ السكر، مثل أبو عمر الباحث، أحمد سليمان، الشيخ زين، شيوخ معروفين يعني في مقارنة الأديان، لماذا لا تناظرهم؟ لماذا تهرب من مناظراتهم؟ أنا أتحدث الآن تقول أن قبلت المناظرة من الدكتور منقذ السكر، والدكتور منقذ السكر تحدث أكثر من 20 مرة في مناظرة وأنت ما زلت تهرب، لماذا تكتفون بمناظرة ناس مجهولين غير معروفين أصلاً؟ يعني حضرتك بتقول ليه بتتهرب من مناظرات الشيوخ الكبار زي منذر السقار و الاخر، وتتحداني لو قابلت مناظره منهم؟ اهلا وسهلا، اتحداك واتحداهم واتحدى كل انسان يحب يشرف ويعمل مناظره. انا عرضت كتير قوي ان حد يجي ناظر، وليا ما دخلوا قبلك وقالوا منذر السقار، قلت له مرحبا بيه، يشرفنا اهلا وسهلا، يا مرحبا، بكل سرور بكل فخر بكل اريحية، فليشرف اهو على الهواء اهو يشرفنا ايها الشيخ العظيم الكبير الاستاذ الشيخ منذر السقر، مرحبا بك في قناتنا قناة الفادي، شرفنا عشان خاطر نعمل مناظرة بكل سرور وبكل ترحاب، بس ابعت لنا المواضيع اللي انت هتتكلم فيها عشان نقدر نستعد ليها. نظام المناظرات، انت تقول انا جاي اناظرك في كذا، واحد اتنين تلاتة اربعة مناظرة، وانا استعد للمناظرة واقول لك نعم مرحبا بيك وشرفنا وعلى الهواء اهلا وسهلا. ولما احرجه وقال له انت ليه بتتهرب من المناظرات، قال اهلا وسهلا باي حد عايز يناظرني. وبأدب العالم المحترم الخلوق جاء رد الدكتور منقذ بالموافقة على المناظرة. جناب القمص، الأستاذ العظيم منذر السقار يشكر لك أريحيتك، يشكر لك دعوتك، ويعلن أنه موافق على هذه المناظرة، موافق وشاكر لك مشاعرك الجميلة. صحيح أنه انتظرتك 15 سنة، لكن مو مشكلة، ما دام أن الديك سيبيض فهذه معجزة نستطيع من خلالها أن نغفر هذا التأخير الكبير. وعلشان يخدع المتابعين قال يا ريت الدكتور يبعت لنا الموضوعات اللي هنتكلم فيها علشان يوحي للمشاهدين إنه مش بيتهرب من المناظرات. فحدد له الدكتور منقذ 4 موضوعات مشتركة بين الإسلام والمسيحية. طلب مني جناب القمص أن أذكر له 4 موضوعات ليستعد للمناظرة. أقترح عليك جناب القمص 4 موضوعات، موضوعات مشتركة بين الإسلام والمسيحية. الأول، الوحدانية والثالوث بين الإسلام والمسيحية. الثاني، ألوهية المسيح ونبوته بين القرآن الكريم والكتاب المقدس. الثالث، قتل الأطفال والنساء بين القرآن الكريم والكتاب المقدس.
بالمناسبة أنا هذا كنت دعيت له الأستاذ رشيد لكنه رفض، فأنت أشجع منه بحسب علمي. الموضوع الرابع، التناقض في الكتب المقدسة. نجيب 10 تناقضات من القرآن و10 من الكتاب المقدس ونعرضها على السادة المشاهدين. ويجيب الدكتور منقذ على استغراب وتعجب البعض من قبول زكريا بطرس المناظرة فيقول: أقول أيها الأحباب الكرام، لربما ضغطكم عليه أدى إلى هذه النتيجة. اتصالات الإخوة، الحديث دائما على الأنترنت، وهذا ما أريدكم أن تفعلوه مع رشيد حمامي ليوافق على مجموعة أخرى من المناظرات. هؤلاء قوم يهمهم سمعتهم، لذلك إذا تأثرت سمعتهم أمام جمهورهم فإنهم سيقبلون. اقرأوا هذه الإجابة من خلال ثنايا كلام القمص. اللي بيقولوا أبونا بيتهرب من المناظرات، أبونا بيتهرب من المناظرات، والشيوخ بيطلبوا مناظرات وهو ما بيسمعش إن هو يسمع المناظرات. وطبعا الإخوة جزاهم الله خيرا ما كدبوش خبر، لدرجة إن الشيخ أبو عمر الباحث والأخ أحمد سليمان عملوا بث مباشر علشان يتصلوا بزكريا بطرس علشان يحطوه أمام الأمر الواقع وينسقوا مع المناظرة مع الدكتور منقذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البث الذي نتصل فيه على القمص زكريا بطرس لتنسيق المناظرة. احنا أردنا أن يكون التنسيق أمام الناس علانية حتى إذا حصل أي هروب الناس تعرف فورا من الذي يحاول أن يتهرب من المناظرة، لأن يبدو والله أعلم أن في محاولات هروب مبكر من طرف القمص زكريا بطرس. احنا طبعا كما تعلمون يا إخوة الدكتور مقدس السقار منذ 15 عاما وهو يطلب المناظرة ويعرض المناظرة على القمص زكريا بطرس، وكذلك عرضتها عليه، وأخونا أحمد سليمان وغيره من الإخوة لهم اتصالات على زكريا بطرس وطلبوا منهم مناظرة، وإلى الآن لم نجد أي رد فعل من القمص زكريا. لذلك قررنا أن يتم تنسيق المناظرة على الهواء مباشرة، بحيث الموضوع كده يكون زي ما بنقول عندنا في مصر على عينك يا تاجر، الناس كلها تشوف وتعرف مين اللي بيتهرب من المناظرة. أنا حتى سبحان الله جاءتني بعض التعليقات على الفيسبوك من طرف بعض النصارى المساكين المخدوعين يقولون ان ابونا زكريا بطرس لا يمكن يهرب وان انتوا اللي بتتهربوا. لذلك الكلام هو مباشر يا جماعه، مباشر، والان ان شاء الله سنتصل على برنامج بث مباشر ايضا للقمص زكريا ونعرض عليه او نكمل معه تنسيق المناظره. تمام. واثناء عرض البث قام الاخ خالد هدفي بالاتصال بزكريا بطرس ودار بينهم هذا الحوار. معنا الاخ خالد، تفضل عزيزي. اهلا وسهلا بحضرتك يا حضرتك القمص زكريا بطرس. يا مرحبتين، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. انا طبعا لن اطيل في هذه المكالمه ولن اخذ من وقتك الكثير، تفضل. لكن اتصلت من اجل موضوع مهم وهو تمام، شكرا. اتصلت من اجل موضوع مهم وهو ان الاسبوع الماضي اتصلت بك احد المسلمين فطلب منك أن تناظر أحد المشايخ المعروفين بعلمهم وسط المسلمين وتكف عن عرض عن تلياتك أمام جمهورك بكونك تناظر شيوخ المسلمين وتفحمهم، في حين نجدك يعني تأتي ببعض الشخصيات الإسلامية الغير معروفة لدى المسلمين. طبعا أنا لا أعرف ما إن كنت تحدثت عن هذا الموضوع في هذه الحلقة أم لا، لأنني دخلت متأخرا يعني. فعموما أنا أعجبني كثيرا ردك على الأخ المسلم حيث قبلت بالتحدي وقبلت أنك موافق على مناظرة الدكتور ممكن السقار، إلا أنك توقعت أن لا يقبل المناظرة، وها أنا ذا أبشرك أن الدكتور منقذ قد قبل المناظرة. طبعا أنا لن أقول لك أنه طلبك للمناظرة منذ 15 عاما وأنت يعني تتهرب منه لكي لا ترد علي يعني فتقول لي مثلا أنه هو الذي كان يتهرب منك، فنظل نلف وندور على بعضنا البعض. دعنا نلوي صفحة الماضي ونبدأ صفحة جديدة. فأنت يعني حضرت القمص زكريا بطرس بمجرد أن أعلنت التحدي خرج بعدها الدكتور منقذ السقار وقبل المناظرة في حلقة له خاصة يذيعها كل يوم السبت. لكن للأمانة العلمية قلنا قد لا يصل لك هذا الفيديو،
فقام الدكتور منقذ السقار بإرسال مقطع صوتي للإيميل الخاص بقناتكم، كما بعث لكم رسالة على الواتساب الخاص بكم، فلذلك توقعنا أن ترد في هذه الحلقة، فلربما رددت لأني لم آتي يعني مبكرا، لم أسمع من بداية الحلقة، لذلك قلت أن أتصل بكم على البث المباشر أمام جمهوركم لنقيم الحجة عليكم علنا. وقد كنت طلبت من الدكتور منقذ السقار أن يرسل لك بعض المواضيع التي يريد أو التي يريد أن يعني يتناظر أو يناظرك فيها لكي تدرسها جيدا، وقد لبى لك طلبك حيث أرسل لك أربع مواضيع مشتركة بين الإسلام والمسيح. قبل أن أنهي معك المكالمة أرجو من حضرتك أن تقرر الآن عن تاريخ موعد المناظرة الأولى إن أمكن ذلك، وإن كان لابد من أن تستشير فريق البرنامج فلا إشكال في ذلك، لكن فقط نرجو أن لا تتأخر علينا، فنحن لا نريد أن نضيع المزيد من الوقت، فالكل متشوق لهذه المناظرة مسلمين ومسيحيين، ونعدك أنها ستكون مناظرة راقية إن شاء الله، يعني يسودها كل الاحترام بيننا، وأشكرك جزيل الشكر على يعني إتاحتك لي الفرصة لأن أقول كل ما أريد، وشكرا. فمن غير ما كل واحد في قناته كذا والمسيحية فيها كذا والإسلام فيها كذا، فإن شاء الله نعمل مناظرة هكذا يكون يعني المواجهة النارية بين الطرفين إن شاء الله ونبين الحق لنا، وجزيلك وأقدم جزيل الشكر لك مرة أخرى وشكرا. والرد المتوقع إن زكريا بطرس يحدد موعد للمناظرة ولكنه تجاهل النقطة دي تماما، ورد على النقاط الأخرى اللي طرحها الأخ خالد. إن الأسبوع الماضي واحد دخل وتكلم عن مناظرة مع الشيخ إيمانويل، صح حصل وأنا رديت عليه. بعدين أنا كل مرة يجي لي واحد من قبل الشيخ منذر يقول الشيخ منذر طلبك للمناظرة وانت رفضت، الشيخ منذر كان عايز ينظر كنت رفضت، الشيخ منذر أرسل لك أن تنظر وانا رفضت. حديثي وتحدي بتاعي اللي ما حصلش لحد النهاردة ولا زال التحدي باقي، لكن انتهينا منه بالاتفاقيات الأخيرة. أنا كنت بقول أن أتحدى أن الشيخ منذر السقار يأتي على الهواء زي بدل ما يبعت لنا فلان وعلان، شفت بقى يجي هو بنفسه. طب أنا جايب نفسي قال اسمه، ده كان التحدي بتاعي، بس أعمل إيه بقى للي ما بيفهموش الكلام؟ معلش أنا هطول بالي وفهم كل واحد اللي مش قادر يفهم. كان التحدي أن يأتي هو ويعرض الكلام بتاعه، فما جاش، لكن أرسل لي الفيديو. دي النقطة الثانية اللي انت قلتها. النقطة الثالثة قلت ان هو بيبعت لي من 15 سنة يطلب مناظرة. الكلام ده فيه مبالغة شوي، مع احترامي لفضيلة الشيخ منذر واحترامي لحضرتك، القناة بتاعتنا ملهاش 15 سنة يا الله. والدع القناة بدأ في تدريب سنة 2011 للنهاردة. خلي بالك عمال يرد على النقاط يا احمد، انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ عمال يرد على النقاط اللي ذكرها اخونا خالد. طب احنا مالنا مال الكلام ده؟ خش في الموضوع. يبقى فين ده ولا احمد؟ فين ده اللي 15 سنه بيطلب مني الا اذا كانت مبالغه غير مقصوده يعني، يعني من زمان قوي يعني. بس احنا مالناش 15 سنه في القناه. تعرضت على ايه بقى؟ دي نقطه ارجو الدقه في الحديث يعني. هعلمك الدقه انا. وبعدين بس دخلنا على الهواء. نبتدي صفحة جديدة. يا مرحبا كل سوء كل سوء. احنا ما كانش عندنا صفحة قديمة وحنتين سوء جديدة عايزين تبتدوا ألفة. وبعدين أرسل لي فيديو حقيقي، بعت لي فيديو وأنا شفته وعملت كل حاجة. طيب بتقول أرسل لي بعض المواضيع أربعة، الوحدانية وزهية المسيح قبل الأطفال، التناقض في الكتب المقدسة، صح؟ بس ما تنساش برضو ان الفيديو اللي هو بعتهولي فيه موضوعين، موضوع مناقشة الإرهاب في الكتاب المقدس، وقال
كده والنظره اللي بعديها مناقشه الارهاب في القران ماشي ولا نسيتوهم؟ انتوا بتقولوا الكلام الفلسفي ولا ايه؟ بس احنا ما بننساش. احنا دقيقين قوي قوي في ابحاثنا ودراستنا والتزامنا. فمرحبا بست مواضيع. على فكره يا جماعه الاخوه دخلوا على قناته وكتبوا له بص الشات عنده في البث المباشر على يوتيوب الشات عنده هوجا هوجا كل عمال يكتب له ايه بقى المناظره يا زكريا بص ثواني يا ابو عمر عشان هرد على الكلام ونسمع انت ما كنتش موجود في بدايه الحلقه انت قلت كده انت ما عملتش الاول انا قلت اول شيء في فاتحه الجلسه قلت ان كان من المنتظر ان اتكلم النهارده عن المناظره مع الشيخ منذر السقطان لكن النهارده ملك للعابري ما اقدرش اتصرف فيه فعدلت كلامي وقلت ان انا هعمله في برنامج معرفه الحق اللي هو كل يوم جمعه الجمعه الجايه ان شاء الله هبتدي هذا الحديث واحط كل التصور بتاع المناظرة. يبقى الموعد المحدد يوم الجمعة القادم بمشيئة الله. طيب بعدين كده قلت ان هيكون المناظرة والكلام هي سود الاحترام وده شيء رائع بصراحة شيء رائع لم ألمسه في الفيديو اللي بعتوه ما لمستوش عشان كده علقت عليه في يوم الجمعة اللي جاي واتكلمت يعني قلت ما يصحش احنا في مناظرة راقية والشيخ منذر ده حامل لدرجة الدكتوراه وانسان حامل لدرجة الدكتوراه يعني عالم من علماء الكون يتمتع بأخلاق العالم عالم من علماء الكون يعني مجرد ضرب التبانة ومش بعترض عليها ولا بلومه ولا اي حاجه بس بقول ده متعجب ما يصحش ان هو فيه كده ايه الالفاظ دي؟ هنشوفها ان شاء الله يوم الجمعه طيب متعمد فعلا يغلط في الاسم وكل واحد في قناته صح وده اللي اتفقنا عليه وفي الفيديو اللي اتبعت ليا في توضيح لكده ان الشيخ منذر قال ان كل واحد في قناته شيخ ممكن اقول لك رجع قال نعمل مناظرة عشر دقايق وعشر دقايق عشر دقايق وعشر دقايق سبع دقايق سبع أنا ما بحبش الأسلوب ده ده بتاع أسلوب ها بحبش الأسلوب وإحنا بنتكلم هنا مش عرض إعلامي لكن إحنا هنا جامعة أكاديمية فالإنسان يتكلم في موضوع احنا متصلين فعلا يا جماعه احنا حاليا اخونا احمد سليمان مع زكريا بطرس جوه الكنترول وموقفين احمد اهو بقالنا اكتر من نص ساعه بس بقاله قد ايه بقالنا حوالي 40 دقيقه والى الان ما دخلوش احمد سليمان عشان ينسق مع المناظره يعني اخونا احمد موجود معاهم دلوقتي عشان تنسيق المناظره ومش عايزين يدخلوا احمد سليمان على طول اليوم اللي يختاره وانا هرد عليه يوم الجمعه اللي زيها واضح وبشكرك لا مش واضح ادب الحوار اللي انت اتكلمت بيه واتمنى انه فعلا يسود الاحترام واداب وفي الفيديو الناس احمد عمالين يكتبوا له في الشات اهو عنده دخل احمد سليمان يا جبان بص اهو اقبل المناظره يا زكريا اخرجوا يا شباب ده بيضيع وقتكم اقبل المناظره يا زكريا 10 دقايق و10 دقايق اتضحت يا زكريا 7 دقايق سبع انا ما بحبش الاسلوب ده لانه ما هوش اسلوب علمي ده بتاع عرض وشو للاعلاميين مش عايز 10 دقايق 10 دقايق انا مش عرض خليهم 11 دقيقه 11 دقيقه لا لا استنى جامعه اكاديميه فالانسان يتكلم في موضوع بالكامل زي ما هشرح ان شاء الله الجمعه القادمه وعلى الشيخ الدكتور منذر السقار بعدما أدي كلامي يوم الجمعة القادمة يعمل الحلقة بتاعت إرهاب الإرهاب في الكتاب المقدس على طول في اليوم اللي اختاره وأنا حرضت عليه يوم الجمعة يعني مناظرة
فيديو فيديو زي الواد الرافضي كده يا جماعه، ها انت تعمل فيديو هو يرد عليك بالفيديو. اجل ادب الحوار اللي انت اتكلمت بيه، واتمنى انه فعلا يسود الاحترام واداب الورع. شكرا جزيلا يا خالد. ايوه معانا الاخ احمد، تفضل حبيبي. مساء الخير يا جنابكم. يا مساء النور، اهلا وسهلا. الو. ايوه اهلا وسهلا بحضرتك. واشكرك على هذه الامسيه الجميله وكلامك الراقي بخصوص المناظرات واهميتها. ايوه بدايه انا اسمي احمد سليمان، دي رابع مره اتصل بحضرتك. ايوه واسمي قد ذكر واسمي قد ذكر في المره السابقه. اسمح لي يا جناب القمص اقول لحضرتك نقطتين. حضرتك ايه هم؟ النقطه الاولى حضرتك اتهمت بان النظام ال 10 دقائق و 10 دقائق ده نظام غير علمي، ده نظام غير علمي. لكن حضرتك طبقت هذا النظام كلام مناظرتك السابقه مع الشيخ. نعم حضرتك سامعني كويس؟ لا. طب إيه؟ الان كويس؟ لا لسه. صوتي الان كويس؟ دلوقتي هو حلو كويس. طيب كويس. حضرتك اسمح لي جناب القمص اخبرك ببعض الاشياء المهمه. اولا نظام العشر دقائق وعشر دقائق اللي حضرتك اعترضت عليها، هذا نظام حضرتك بالفعل طبقته في مناظرتك السابقه مع اللي هو الشيخ عبد الوهاب. هل هي حلوه للشيخ عبد الوهاب وعلميه وجميله ومع الدكتور منقذ هي ليست علميه؟ هذا سؤال مهم يدور في اذهاننا. طبعا انا بكلم حضرتك دلوقتي وعشان حتى لا يعني لا اخفيك سرا، انا على بث مباشر الان على قنواتنا الاسلاميه يحضره اكثر من 1000 او اكثر منهم نصارى ومنهم مسلمين. هذه نقطه. النقطه الثانيه جناب القمص، حضرتك قلت ان الدكتور منقذ بيبالغ في الكلام وانه 15 سنه ده القناه بقى لها اقل من ذلك. لا انا اقول لحضرتك هو كان 15 او اكثر كمان، لان حضرتك وعندي تسجيل صوتي لحضرتك وحضرتك كنت بتتكلم عن الدكتور منقذ السقار في البالتوك. البالتوك طبعا حضرتك موجود فيه من زمان. يبقى لو حضرتك عديت السنوات احنا بنتكلم على الدقه، احنا كلنا مش مشكله بالنسبه لنا، بس حضرتك بدل ما نتكلم في الدقه يبقى نتكلم في الدقه صح. لا 15 وازيد. ومع ذلك نطرح كل ده جانبا. حضرتك بتقول الدكتور منقذ يدخل لحضرتك. انا بقالي 50 دقيقه منتظر وده حقكم طبعا في مكالمات كتيره ما عنديش مشكله. حضرتك قلت اتحدى الدكتور منقذ ان يدخل، الكلام ده المره اللي فاتت، واتحدى هو واللي بعده واللي بعده من ضمن هؤلاء انا اللي هو احمد سليمان. انا بعرض على حضرتك المناظره وقد ذكر حضرتك ذكرت او ذكر اسمي في الحلقه السابقه وانا جيب بنفسي اهو. طبعا انا افضل يعني انا بعرض على حضرتك المناظره ولكن بنظام ال 10 دقائق وال 10 دقائق لحضرتك ايه مش بتحبذها يعني، لان هي دي المناظره الحقيقيه. طب كويس 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 يا احمد اشكرك. بتقول ان نظام ال 10 دقائق و 10 دقائق نظام علمي، ماشي. المناظرات هكذا، ماشي مش مشكله. نظام ال 10 دقايق و 10 دقايق نظام علمي، ماشي. المناظرات هكذا، ماشي مش مشكله. نوع من انواع المناظرات. وبتقول ان انا سمحت بيه مع الشيخ عبد اللطيف، صح؟ طب ينفع مع ده وما ينفعش مع الشيخ منذر السقار؟ قول انت. لا ممنوع السقر، صح؟ ليه بقى؟ لأن يعني من بتاع مجرد ان هو امام جامع يعني، لكن الشيخ منذر السقار حامل الدكتوراه، حامل الدكتوراه يعني راجل علمي. اي حاجه في الرغيف. وانا بحب الحلال حامل الدكتوراه ايضا في ذات التخصص وهو حير الاديان. فيبقى الكلام بتاعنا نوع خاص وشكل خاص ووضع خاص. كلام العلماء ما يبقاش مقتضب 10 دقائق و10 دقائق و10 دقائق. كلام بتقول ان نظام ال 10 دقائق و10 دقائق
نظام علمي ماشي، المناظرات هكذا ماشي، مش مشكله، نوع من انواع المناظرات. وبتقول ان انا سمحت بيه مع الشيخ هو بيكرر الكلام ده مش عارف هو ممكن معنا لسه معاهم يعني مع الشيخ منذر السقار صح؟ لا من منقذ السقار صح؟ ليه بقى؟ هما كاتمين صوتي يعني اسمع بس. الشيخ عبد الوهاب ده راجل عام يعني، راجل عام هي مجرد ان هو امام جامع يعني، لكن الشيخ منذر السقار حامل للدكتوراه، حامل للدكتوراه يعني راجل علمي اكاديمي. وانا بحب اتكلم لاني حامل الدكتوراه ايضا. طيب انا راجل عامي، انا كمان عامي زيه، خليني 10 ده 10 ده خاص. بشكل خاص ووضع خاص، كلام العلماء ما يبقاش مقتضب 10 دقايق و10 دقايق و10 دقايق. كلام العلماء يدرسوا مواضيع، موضوع كامل. انتوا خايفين ليه؟ خايفين ليه من ان احنا خايفين؟ خايفين ليه؟ احنا خايفين. تقربوا من الحكايه دي ليه؟ انا احب ان احادث الاكاديميك وهو قبل، هو نفسه قبل. انتوا مالكم؟ الراجل مش راضي يا ابو عمر، اسيب الدكتوراه خلاص عشان اصير عامي عشان يرضى بالعشر دقائق. 10 دقائق نصيبك يا دكتور. يعني حتى الدكتوراه يعني رغم يعني مرتبة لكن سبحان الله يعني صارت وبالا. طيب هنعمل ايه دحين؟ طيب اذا تنازلت عنها ممكن يعني ناظرني 10 دقائق 10 دقائق؟ انا لا افضل هذا الاقتراح، ان الدنيا برضه لو تنازلت عنها الان ربما يعني الجو ما يساعدكش يا دكتور يعني. طيب وايش علاقة الدكتوراه بالعشر دقائق ولا التسع دقائق؟ هو الدكتوراه تلعها علاقة بالوقت يعني، اذا واحد معه ماجستير 7 دقائق، اذا معه بكالوريوس 5 دقائق، اذا معه دكتوراه 10 دقائق، طيب اذا معه بروفيسورية 12 دقيقة 15 دقيقة، ايش علاقة الوقت بالشهادة؟ يا دكتور لا الارتباط وثيق ازاي يعني معروف، اسأل اي شيخ هيقول لك الكلام ده. ايوه يعني الاكاديمية هو طرح علمي. رجع احمد. هو انا حتى الان سبحان الله في الاستوديو ما خرجونيش، بس طبعا هو مستمعني. موجود دلوقتي في بث مباشر مع الشخص اللي كان بيكلم حضرتك، وهذا البث هو موجود. طب خلونا نكمل ما دام شايفيني في القناه، خلونا نكمل. برافو عليك. طب ليه ما جيتش ترتب نفسك؟ ولا حضرتك ثقيلا وجعا مثل رسول الله ليله الجن؟ او حضرتك متكسره رباعيتك؟ لا خلي يا زكريا يقبل ب 10 دقايق 10 دقايق. كلمه موجود في البث المباشر وبتفرض عضلات قدام البسطاء المسلمين، ممكن حضرتك تشرف ويكون الكلام معقود سابونه والاتفاق، لان حضرتك المفروض هتكون الطرف المناظر، مش هتبعت حد يتكلم بالنيابه عنك. على فكره يا دكتور لو حضرتك اتصلت عارف ايه اللي هيحصل؟ هيسيب حضرتك تتكلم تقول لك شكرا يا دكتور مغذي ومقفل عنك الصوت، ويبدا بقى يرد على الكلام اللي حضرتك قلته وخلاص على كده، ونحب بعض لله ونحضن بعض لله ومع السلامه عليكم. هو هل لبناء لن يبيض الديك يا دكتور؟ انا عارف ان الديك ما بيبيض، بس حبيت اتاكد. ويبدو فعلا ان الديك لا يبيض، ولكن هل ستنجح محاولات الإخوة في الضغط على زكريا بطرس وإحراجه أمام جمهوره لقبول المناظرة؟ أم سيستمر في الهروب؟ ده اللي هتكشفه لنا الأيام الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.